مساء الخير لجميع متابعين طقس العرب وين ما كنتوا. اليوم رجعنا لكم في نشرة ما قبل العاصفة جنى، بدنا نحكي بشوية تفاصيل، ندردش معكم أكثر عن الحالة الجوية بعيد عن الشرح العلمي. ما شاء الله الزملاء في النشرات السابقة الزميل محمد الشاكر والأستاذ جمال موسى ما قصروا. بدنا نروح هلا ننتقل مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك مشان يعني نجاوب على معظم الأسئلة اللي قمتوا بطرحها، بس في البداية اسمحوا لي أمسي على زميلي الدكتور أيمن صوالح. مساء الخير أيمن. مساء النور أسامة، كيف حالك؟ أهلا بيك، أهلا وسهلا. بدنا دكتور نمشي على الأسئلة سؤال سؤال ونحاول نجاوب على أكبر عدد ممكن. في عنا سؤال من أحمد حمدان بسألنا في البداية في جبهة ثانية مثل الجمعة أم التغت؟ طبعا مشيئة الله في عنا تجدد وانتظام لتساقط الثلوج بالذات في وسط وجنوب المملكة بما فيها العاصمة عمان مع ساعات مساء الجمعة وتمتد حتى ساعات فجر السبت، بعد ذلك بعد توقفها أو تقطع الهطول الثلجي مع ساعات بعد ظهر الجمعة. ايضا سؤال اخر وصلنا عبر صفحتنا على الفيسبوك من الصديق حمزه، بيحكي هل مناطق شفا بدران وابو نصير تشهد تراكم كبير في الثلوج؟ طبعا مشيئه الله كما وضحنا بخلال المنشورات السابقه المناطق التي ترتفع اكثر من 700 او 800 متر ستشهد تراكمات كبيره من الثلوج، وبالذات مناطق شمال العاصمه عمان حيث تتبع هذه المناطق جغرافيا واداريا الى شمال العاصمه، متوقع تراكمات كبيره الحقيقه للثلوج. ايضا هناك سؤال اخر من الصديق حسام الاسعد بيحكي هل من الممكن تساقط الثلوج في وسط اربد ضمن الارتفاعات المتوسطه للمحافظه؟ طبعا مدينه اربد للاسف خلال المنخفضات الثلجيه الماضيه لم تتعرض الى تساقطات ثلجيه حقيقيه او تراكمات للثلوج، خلال العاصفه الثلجيه جنى من المتوقع ان تتساقط وتتراكم الثلوج في مدينه اربد ولكن بكميات طفيفه مقارنه بالجبال العاليه، لكنه سيكون تراكم باذن الله ملحوظ لسكان هذه المدينه عروس الشمال اللي من زمان ما شافوا ثلوج متراكمه. أيضا دكتور أيمن في سؤال من الصديق علي المصري بيحكي في أي ساعة ممكن يبدأ الخطر بخلدة، قصدي بكرة أي ساعة ممكن يعني هو يروح من الشغل لأنه من سكان منطقة خلدة وخايف يكون الطريق بلشت تتسكر في خلدة؟ طبعا صديقنا شكله لسه ما سمع بقرار دولة الرئيس، بكرة إن شاء الله عطلة رسمية لجميع المؤسسات والوزارات الرسمية، على العموم بكرة لغاية الساعة الثانية أو الثالثة عصرا لا تراكمات حقيقية على الطرقات، الطرق إن شاء الله سالكة داخل العاصمة عمان. طبعا الاختلافات ما بين ساعة والأخرى بحاجة إلى مواكبة إبان فترة ظهيرة الغد، ومن المبكر الحديث عن ساعة الأمور ساعة بساعة، لكن حتى ساعات بعد الظهر الأمور إن شاء الله سالكة في العاصمة عمان. أيضا دكتور أيمن هناك سؤال أنه في أحد تقارير طقس العرب السابقة تم ذكر أنها هي العاصفة الأقوى منذ العام 2000 على مدينة مادبة، هل ما زالت هذه التوقعات ثابتة بالنسبة لمحافظة مادبة تحديدا؟ طبعا أنا من مادبة لازم نظبط شوي توقعات الخاصة بمادبة. بالنسبة لمادبة في الحقيقة خلال العاصفة هدى حتى العاصفة أليكسا لم تتعرض إلى تراكمات كبيرة للثلوج، كانت تراكمات بسيطة وعابرة للثلوج، خاصة في هاي المنظومة الجوية جنى متوقع أن تتراكم الثلوج في هذه المدينة وبتراكمات ربما تصل إلى 20 أو 25 سنتيمتر وهي الكمية الأكبر منذ 28/1 عام 2000 تحديدا. طبعا في عندنا تاريخ ثاني هو 31/1/2008 كانت التراكمات بهذا التاريخ بحدود 10-15 سنتي، ان شاء الله بهاي بالمنظومه الجويه جنى تتراكم الثلوج بكميات اكبر وبمعدل وسطي 20 سنتيمتر داخل المدينه باذن الله. ايضا دكتور ايمن سؤال وردنا من صديق راعد ماهر بيحكي هل هناك تفسير علمي للمخفضات غالبا ما تحدث في نهايه الاسبوع ام انها مجرد صدفه وشكرا؟ طبعا بالتأكيد مجرد صدفة، بس يعني المنخفضات شكلها يعني بتحب الحكومة فما فيش أي مش جاية بأول أسبوع، فبالتالي العطلة راح تكون يوم على الأكثر كعطلة رسمية بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. دكتور أيمن عدد كبير من الأسئلة من سكان محافظة الزرقاء، الزرقاء شو وضع مدينة الزرقاء ومحافظة الزرقاء ليلة الخميس الجمعة، ومعقول نصحى نلاقي الزرقاء بيضة الجمعة الصبح؟ يوم الجمعة الصبح إن شاء الله راح مناطق عديدة بمدينة الزرقاء وأحياء الزرقاء العزيزة على قلوبنا الصراحة راح تلاقي الدنيا بيضاء إن شاء الله ولو بتراكمات بسيطة مقارنة بالمناطق المرتفعة مثل الرصيفة، على الأقل هم بيعرفوها أهل الزرقاء، المناطق المرتفعة غربية الزرقاء راح تكون فيها تراكمات أكبر، بس الأحياء الداخلية داخل الزرقاء راح إن شاء الله تكون فيها الأرض بيضاء إن شاء الله. دكتور أيمن آخر سؤالين راح نخدهم بشكل سريع، غدا صباحا الجميع بيسأل ممكن متى ممكن نبلش نشوف الدنيا بلشت تبيض في العاصمة عمان أو مرتفعات العاصمة عمان؟
طبعا تساقط الثلوج الخفيفة خلينا نسميها أو الثلوج المخلوطة بالأمطار متوقع أن تبدأ مع ساعات باكرة من صباح الخميس في المرتفعات الجبلية العالية الشمالية وتشمل منطقة رأس منيف، تشمل الأحياء المرتفعة من العاصمة عمان مثل منطقة أصويلح خاصة إرسال أصويلح بالإضافة إلى الأحياء المرتفعة في جبيها، هاي المناطق ستشهد تساقط للثلوج المخلوطة بالأمطار. أما الثلوج الحقيقية التي ستهطل لنقول أنها ثلوج جافة أو تبدأ بالتراكم على الأقل على الأسطح الجافة مثل السيارات والأرصفة ستكون مع ساعات بعد الظهر لتكون معيقة لبعض أشكال الحياة العامة تدريجيا مع ساعات العصر، وتغلق الطرقات بدءا من الفرعية وانتهاء بالرئيسية مع ساعات مساء الغد بمشيئة الله. طبعا عدد كبير من الأسئلة لكن يعني هذا آخر سؤال دكتور أمين راح نعرضه. لا وهو... خلي الجماعة يسألوا يعني إذا ما بدنا نجاوبهم نجاوب يعني بالخدامة يعني. طبعا في سؤال جدا يتكرر، هل التراكمات ستكون مثل عاصفة أليكسا؟ طبعا هذا السؤال جدا تكرر لي شخصيا ولزميل محمد الشاكر إضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي لدينا. في الحقيقة العاصفة أليكسا كانت لنسميها محصورة في مناطق شمال العاصمة عمان غرب العاصمة عمان إضافة إلى مرتفعات الشمال، في حين لم تشهد شرق وجنوب العاصمة إضافة إلى بقية محافظات الوسط كمدينة مادبة إضافة إلى جنوب المملكة لم تشهد تساقطات أو تراكمات كبيرة للثلوج. في الحقيقة هذه المنظومة الجوية جنى ستحمل الثلوج الكثيفة للعديد من المناطق سواء الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية وبكميات تراكمات ربما تصل في بعض المناطق إلى قيم تقارن صراحة بالعاصفة أليكسا وربما تتجاوزها، لكن كملخص وكمعدل وسطي لتراكمات الثلوج ستكون الثلوج المتراكمة في جنى في كافة مناطق المملكة أكبر بمشيئة الله من أليكسا. طب دكتور سؤال أخير أيضا، طبعا أليكسا نوضح للناس هي العاصفة الثلجية التي سميت بأليكسا في ديسمبر 2013. دكتور سؤال جدا تكرر عدد كبير من متابعينا لأنه بتعرف بكرة آخر سؤال يا سامي. خلاص هذا آخر سؤال. الناس تعرف بكرة الخميس فالمعظم يعني عم بروحوا عم بتنقلوا بين المحافظات، الكل عم بيسأل شو وضع التنقل بين المحافظات غدا صباحا وأيضا صباح الجمعة، الناس عم تسأل عن بكرة كيف التنقل بين المحافظات المدن الرئيسية صباح الخميس وصباح الجمعة. طبعا سؤال مهم بالحقيقة هذا السؤال، يعني احنا كوظيفتنا ككادة طقس العرب التنبؤ لأحوال الطرقات لأنها تهتم بحياة المواطنين بشكل عام. طبعا توقعات الطرقات ستكون بالحقيقة المناطق الجنوبية لن تشهد إغلاقات للطرق حتى ساعات عصر الخميس، نتحدث عن المناطق الجنوبية بدءا من الطريق الصحراوي. بعض الطرق الداخلية المرتفعة في ألوية جبال الشراء ربما تكون فيها الطرق مغلقة منذ ساعات الظهيرة نتيجة التساقط المحلي للثلوج. أما في مناطق العاصمة عمان والطريق الرابط مع محافظة إربد الذي يخدم العديد من المدن الشمالية هذا الطريق من المتوقع أن يكون سالك بمشيئة الله حتى ساعات ظهر الخميس، وإن شاء الله آليات الأشغال العامة ستقوم بفتح الطرقات بشكل تدريجي وتباعا، لكن التراكمات الكبيرة والمعيقة للحياة العامة ستكون على هذا الطريق مع ساعات المساء. إذن كملخص لغاية ظهر الغد الطرق الرئيسية كافة في المدن وأقاليم المملكة كافة ستكون بمشيئة الله سالكة. دكتور متشكر كثير لك الأسئلة جوابك على جميع الأسئلة صراحة عدد كبير لكن احنا شوي الوقت مش مساعدنا، احنا ان شاء الله هاي الفقرة رح نعملها بشكل يومي خلال فترة تأثير العاصفة جنا كملخص للحالة الجوية غدا صباحا أمطار مخلوطة بالثلوج بعد الظهر والعصر يبدأ تأثر المملكة بالجبهة الهوائية الباردة، تساقط الثلوج يبدأ مع ساعات العصر لكن يشتد بشكل كبير ليلة الخميس الجمعة ليطال أغلب مناطق المملكة باستثناء الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. بس معلش أسامة بعد إذنك بدي أعمل شوية مداخلة على الخريطة اللي خلفنا، ممكن المواطنين سألوا إيش هي الخريطة هاي الموجودة خلفنا ما تعرضنا لها، هاي الخريطة بتوضح تراكمات الثلوج في المنطقة بشكل عام بلاد الشام وبما فيها المملكة منذ ساعات عصر ومساء الخميس وحتى ساعات صباح السبت أي طول فترة العاصفة الثلجية جنى، متوقع تراكمات كبيرة الحقيقة في مرتفعات عجلون وجرش تصل في القمم إلى ما بين 60 إلى 100 سنتيمتر، يعني ممكن بعض المناطق تصل فيها الثلوج المتراكمة إلى حد المتر في هذه المناطق خاصة على المحاور الطرق الرئيسية المعروفة لدى سكان تلك المناطق في منطقة رأس منيف إلى إضافة إلى عبين وعبلين ومنطقة القاعدة. في عندنا كمان محافظة العاصمة والبلقاء متوقع أن تشهد مناطق محدودة فيها تراكم للثلوج ما بين 60 إلى 100 سنتيمتر، هذه المناطق هي في شمال العاصمة عمان أحياء المرتفعة في أصويلح وتال علي ودابوق
إضافة إلى مرتفعات البلقاء، ربما تطال هذه التراكمات 70 أو 80 سنتيمتر إن شاء الله، هذا كحد أقصى، أما كمعدل وسطي هو عبارة عن 60 أو 70 سنتيمتر. مناطق واسعة الحقيقة في العاصمة عمان، داخل العاصمة عمان، سواء في غربها، في وسطها، في شرقها أو في جنوبها، ستكون التراكمات بحدود 30 إلى 40 سنتيمتر، وهذه الكمية لم تهطل في العاصمة عمان منذ العام 2008 ورجوعا أيضا إلى العام 2003 وبشكل أكثر في العام 92. طبعا مدن جنوب المملكة، مرورا في مدينة مادبة، أن تراكمات كما تحدثنا قبل قليل ما بين 20 إلى 30 سنتيمتر. مرتفعات الجنوب، جبال الكرك بمشيئة الله ربما تطال كذلك، تتجاوز النصف متر، ربما 70 سنتيمتر. جبال الشراء جنوبا، مرتفعات الطفيلة وجبال الشراء بمشيئة الله هنالك توقعات حقيقية لأن تطال الثلوج حاجز المتر مشيئة الله. شكرا دكتور أيمن كمان مرة، وبحب أتمنى للجميع إن شاء الله عطلة نهاية أسبوع جميلة وكل ثلج وأنتم بخير، وتابعونا في التحديثات القادمة. كان معكم أسامة الطريفي والدكتور أيمن صوالحة، نلقاكم عن قريب إن شاء الله. اللقاء.